بالتأكيد الثاني يريد أن يعود إليه عن طريق فابيو. فابيو يتقدم بيرسل الكرة. الله الهكر فابيو يسجل أولا للعنابي. تم التهكير بنجاح، يسجلون هدفا ويخترقون شباك العميد. 1-0 من ركلة جزاء، يسجل الوحدة. أصحاب السعادة يعودون إليها مبكرا. هنا كوجوم يقع في المحظور، خليل يسقط، العنابي يقف، العنابي يقف. 1-0 مشاهدينا من أجل مركز ثاني، من أجل تقليص النقاط، من أجل اقتراب من الصدارة من جديد وبقاء الحظوظ وعودة الأمال ودور ثاني مشتعل. فابيو سيبا تحضين مع الاحتفاظ على الكرة. الله على سيبا، الله على العرضية، من العرضية هدف، من العرضية هدف. سيبا يريد كرات كهذه يا توزيم، توزيم يصبح هدف النصر، لأن سيبا يلعب دورا آخر ويتبادل الأدوار. العميد بردة فعل، ذكرت بأنه إن استمر سيعدل النتيجة. الله يا سيبا أنت الهدف، استلامك، تحضينك، مرورك، العرضية كلام، العرضية كلام. والنصراوي الآن يبدأ الكلام، أحلى الكلام. توزيم يسجل وسيبا يصنع، أنهم يتبادلون الأدوار من أجل دور للعميد. 1-1 عادوا لهذه المباراة من جديد، وهكذا كانت تشير الصورة. الله على توزي الذي تقدم، توزي الذي ارتقى، توزي الذي سجل. سيلفا مرتدة، الله على الاستلام، من الاستلام يا عمر، من الاستلام يا عمر. وصلت إلى بيدرو، بيدرو حدة، بيدرو حدة قوية يا رب، يا الله. حتى وإن لم تصل لأرقامه معهم، حاول تعويضه على الأقل أمام تيغالي. أخبره بأنهم بخير، أخبره بأن العنابي بخير، أخبره بأنك تملأ المكان، تملأ الفراغ، أخبره بأن الصدارة بالنسبة للوحدة هي الطموح. لكن لن أنساك يا عمر، لن أنساك يا خربين. استلامك الوحدة كلام، الأسس الصناعة، لكن بعد ذلك نهاية الهداف. جواو بيدرو عليه أن يظهر اليوم أمام تيغالي، عليك أن تظهر. أخبرهم بأن هجوم الوحدة بخير. الله على الوحد، جواو بيدرو، استلام، تصويب، قنبلة ترسل، 2 للوحدة عن طريق الهداف. صناعة كانت من عمر، جواو بيدرو يقول ما زال هناك في الدوري عمر.